بتكلم مع زميلتي الدكتوره هوينه، الغرض ان احنا الجامعات الاهليه تستطيع ان تعاون الحكومه فيما تستطيع ان تقوم به بالرفض. وهذا الهدف يندرج تحت فكره المشاركه المجتمعيه. والنظام الديمقراطي لا يمكن ان يكون بدون مشاركه مجتمعيه. الحقيقه يعني في بعض بس نقاط احب اوضحها. تفضل الزميل الدكتور عبد القوي ورئيس اتحاد الجمعيات انه اللجنه اللي كانت مشكله كانت برئاستي. انا بس هعمل تعليق بسيط، لم تكن برئاستي كما اختار المقررون كما تفضل الدكتور حافظ ابو سعد. انا كنت الضغط الاخر بس لازم في الدكتور باعتباري فني وليس باعتباري وزير، لانه انا شاركت في عمل القانون او شاركت ناس افضل في عمل القانون اللي احنا وديناه سنه 99 للبرلمان لخط 99 بتاع في اثناء وجود سفينه التلاوي. ويحضرني قصه لازم اقولها بمناسبه هذا القانون. هو نعم هذا القانون اللي بيقول لنا عرفنا انه حيوان على الشعب. وانا كنت مدرك من القوانين المكمله للدستور. فجيت على احد المسؤولين قلت له الحق لا هيعطوه على البرلمان. قال له ما احنا هنعطوه ازاي؟ مش هيعطوه على مجلس الشورى. قلت له الحق يعطوه الاول على مجلس الشورى. قال له ما احنا هنعطوه ازاي؟ دي قصه تولي انه الفكر الناحية الجمعيات غير واضح في الاعتبار المتكلم. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها انه المحاولات المتعدده لجلب الجرعه نسى منها محاوله حصلت في 2008 كانت المجموعه المتحده اللي عملها، وكان لي الشرف ان انا اشارك فيها ايضا، وكانت بحضور حوالي 1000 جمعيه من مصر، وتم اقرار الجرعه. عشان كده انا وحكايه الحوار المجتمع دي حكايه غريبه شويه، لانه هذا القانون او هذا المشروع، اسف، هذا المشروع اللي اخواننا تفضلوا باصداره قتل في مناقشات مجتمعيه، قتل بحثا في مناقشات مجتمعيه. انا مش عايز اعقب لان التعقيبات هتكون لحضراتكم، لكن عايز اقول نقطه اخيره قبل ان ادخل في الموضوع. لم يحدث حينما تلقيت هذا القانون من اللجنه المختصه قيل انه اتخذت عليه تعديلات في يناير. هو القانون صدر او بعتهولي اللجنه في شهر فبراير على شكل معرض. وارسل الى مجلس الوزراء كما جاءني تماما. لم اتدخل فيه نظرا لان قلت ان مجلس الوزراء راح يناقشه ومجلس الدوله راح يناقشه. خلونا بقى من حكايه قانون، وخلونا ندخل في الموضوع اللي احنا هنبدا فيه النهارده. الزميله الفاضله الاستاذه هويه الدكتوره هويه عدلي هتتكلمنا عن العوامل المؤثره في استدامه عمل المنظمات المدنيه في مصر 2012. ده تقرير صادر عن المجلس القومي للدخول. وهتكون معقدين عليها كما تم تقديمها. انا الحقيقه قريت التقرير وهي تحتها عناصر انما انا ليا بس تعليق واحد باعتبار تخصصي ما اقدرش اخذ من ناحيه قانونيه من ناحيه البيئه القانونيه. الحقيقه انا بسترجع هنا فيما يتعلق بالحريات، حريات المجتمع المدني. تجربتين فاشلتين بالنسبه لي. أما التجربة الفاشلة الأولى فهي إطلاق الحريات النقابية التي لم تبقى حتى الآن
انه مجلس وزراء مصر في نوفمبر 2011 اقر قانون الحريات النقابيه وهو الناس حتى الان بكل الحكومات المتعاقبه. والتالي طبعا مشروع القانون اللي بيتم او في محاوله لاجراءه الان. فيما يتعلق بالقانون انا بالنسبه للمنظمات المجتمع المدني اعتقد ان في خمس موضوعات بس ينبغي ان القانون يعالجها، خمس موضوعات لا اكثر ولا اقل. كيف تعلم منظمه المجتمع المدني؟ زي ما تعلم النقابه بالظبط، والنقابه دي احدى مكونات المجتمع المدني. اثنين، كيف يتم اختيار مسؤول هذا التجمع المدني بكل حريه بعيدا عن التدخلات؟ كيف يتخذ قرارات؟ ما هي مجالات النشاط؟ والافضل ان تكون مجالات النشاط مفتوحه وليست مقيده. والاخيرا، كيف يمكن الحل؟ سواء حل التنظيم نفسه او حل مجلس اداره التنظيم. هذه هي المواد الخمسه التي يحرص عليها الخلاف دائما منذ القانون، منذ القانون المدني في سنه 9. طبعا كل ما جاء من 84 فيما يتعلق بهذه الموضوعات مخالف تماما، مش بس للدستور 14 حتى للدستور 71 الاتي، حتى للدستور 71 الاتي. وانا كنت حابب اقراكم نص الماده 75 عشان اعلق عليها. اولا الماده 75 اخذت في دستور 2014 بالاخطار، فاتعجب لمن يقوم بوضع قانون في الوقت الحالي يطلب فيه موافقه الاداره. دي اول حاجه. واقول له تعمل القانون كده هيطعن عليه بعدم الدستوريه. دي نمره واحد. نمره اثنين، عدم التدخل في شؤون الجمعيات. رساله واضحه. الثالث، في امكانيه الحل. في امكانيه الحل انا اصدرت تعليمات في الوزاره بعد صدور الدستور. قلت لهم انا رايح الماده 42 اللي بتعطي الوزير حق الحل سقطت لانها متعارضه مع دستور 2014. واي قرار هيجيني بالحل هتوقعه وهحيل الامر الى القضاء. فانا عايز انبه انه حتى انه الان رغم عدم صدور قانون جديد للجمعيات، لو تم حل جمعيه او تدخل في شؤون جمعيه او رفض اعلان جمعيه بالاختار عندنا المحكمه الدستوريه. النص الماده 75 ليس جديدا في مصر. القانون المصري كان اتى بنفس الكلام. ازاي؟ مصر مصدقه على عهدين دوليين، العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والعهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه. بموجب التصديق اصبحت هذه الاتفاقيات جزء لا يتجزا من القانون المصري. وهذا هو الاساس الذي تم الاعتماد عليه في اطلاق الحريات النقابيه، لانه لا اصبح قانون مصر. والدستور 2014 يؤكد على هذا. الاتفاقيات المصدق عليها من مصر تصبح بمثابه جزء من القانون الداخلي. انا حبيت ادي بس وجهه نظري من الناحيه القانونيه حتى الاستدلال اللي هتحط التعديلات على القانون اللي كان ادخل تعديلات على القانون اللي كان معدل قبله وهكذا. هقول دلوقتي لم يعد هناك حجه ولم يعد هناك سند لاصدار قانون مخالف للماده 75 من الدستور والالتزامات مصر الدوليه.